شلونكم بنات، شخباركم؟ وصلني هالشي العجيب، مع ان اليوم انا ماخذة بريك وقايلة اليوم ما راح اصور سناب، بس اليوم كنت ماخذتها راحة كذي، عرفتوا استجمام في البيت. بس لما وصلني ما قدرت اني ما اصوره، لان الصد شيء عجيب. يمكن شفتوه بسنابات ثانية، بس انا قلت لازم اصور لكم اياه. اللمعة فظيعة، اويل بودي اويل. الحين راح اوريكم شلون الاويل، شلون في جليتر عجيب. وانا اي شيء في جليتر تدرون انه هو يجذبني، بس هذا للجسم، يعني مو شادو، لا للجسم. شوفوا اول شيء كذي نخض العلبة عشان ينمزج اللي هو الزيت بال شوفوا رشيت هني على الجسم عشان اللمعة عشان الجليتر. هي صارت كلها زري. وهو بخاخ، بوريكم شلون ينرش يحدثه. هذه ايدي مو مرشوشة، طاش حالاته بصوب اللي اصور، طاش حالاته. اويل يعطي جليتر ولمعة ويعطي ترطيب بعد حق الجسم. شو سهل بس كذي ترشونه على الجسم حق الحفلة، حق العرايس راح يكون ين. بس الحين انا شو اخر هالجليتر هذا الزري. ريحته بنات اتينن اتينن، يعني في ريحة وايد حلوة.